بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وأكرم خلق الله أجمعين، ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين وبعد. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، لا يزال الحديث موصول حول الدرس الأول المتعلق بتركيب النباتات. احنا قلنا معنا 4 دروس: تركيب النباتات والتغذية في النبات والنقل في النبات ونمو النبات. الفصل الثاني يتناول في موضوع الوراثة. كلمنا في الجزء الأول عن تركيب النباتات، وقلنا ان احنا عندنا هدف أساسي او 3 أهداف رئيسية، واحنا بنتناول هذا الموضوع نفكركم بيها مع بعض. الهدف الأولاني وهو اننا نعرف الأجزاء الرئيسية اللي بيتألف منها النبات، وعرفنا ايه هي الأجزاء الرئيسية، تمام. الحاجة التانية اللي هي السيقان والأوراق والجذور. الحاجة التانية عايزين نتكلم على وظائف هذه التراكيب الأساسية. الحاجة التالتة عايزين نستخدم هذه التراكيب في تصنيف النباتات إلى ذات الفلقة وذات الفلقتين. في الحصتين السابقتين تناولنا أول حاجة معانا وهي الأوراق، وعرفنا تركيبها وأشكالها والوظائف التي تؤديها. ثم في الحصة الثانية تناولنا السيقان، وعرفنا تركيبها وأشكالها والوظائف التي تؤديها. بقي لنا أن احنا نعرف بقى تركيب الجذور، ثم نتطرق بشيء بسيط إلى الأزهار والثمار. فيبقى النهاردة كلامنا إن شاء الله هنصب حول تركيب الجذور، وظائف الجذور، وأنواع الجذور الموجودة في النباتات. نبدأ على بركة الله. أيوة، أول نقطة معانا الوظيفة التي يؤديها الجذر. طبعا الكلام ده كله فيه وظائف احنا عارفينها من أيام ما كنا بندرس ابتداء. يا ترى إيه الوظيفة الأساسية الموجودة التي يؤديها جذر النبات؟ سامع واحد بيقول أيوة ممتاز، اللي هو له دور كبير جدا في أول حاجة خالص، وهي واحد امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة. المسؤول عن امتصاص الماء والأملاح من التربة هو الجذر. ودايما النبات الجذر بتاعه بينمو ويتفرع ويتعمق في التربة، كل ده بحثا، الأصل أنه بحثا عن الماء ليقوم بامتصاصه وتوصيله إلى أجزاء النباتات المختلفة. أهو معنا هوت مؤشر، نشوف بياخد من النبات بيمتص الماء من كل الأجزاء تحت، وبعدين ياخدها يوصلها إلى الساق، ومن الساق يوصلها إلى يتم التوصيل إلى جميع أجزاء النبات. يبقى دي أول نقطة معنا، والوظيفة الأساسية في الجذر هي امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة. طب هل له وظائف أخرى؟ آه طبعا كلنا عارفينها. النبات لو له جذر قوي فبيساعد على أنه يثبته في التربة، وبالتالي بيعمل تدعيم للنبات، فله دور مهم جدا جدا، وخاصة في ذوات الفلقتين، في تثبيت النبات بقوة في التربة. وكل ما يكون الجذر قوي وممتد كل ما أصعب أنك تقلعه من التربة، لأنه ما شاء الله عليه بيمتد أفقيا وبيمتد رأسيا داخل التربة، فيقوم بتثبيت النبات في التربة. يبقى بعد ما عمل على امتصاص الماء والأملاح ساهم أيضا في تثبيت النبات بقوة في التربة. طب هل في وظائف أخرى يمكن أداها الجذر؟ تعال نشوف كده. شايف الجذور اللي حوالينا ديت؟ ده الجزر، وده نبات زي الليفت، وده نبات زي الفجل، وده البنجر. الله، نلاحظ ان هذه الجذور واخذ شكل متغير ومختلف، وما شاء الله مملوءة بالغذاء. فتأتي الوظيفة الاخرى اللي ممكن يؤديها بعض الجذور، مش كل الجذور، وهي تخزن الغذاء. زي عندنا الجذور المتدرنة اللي من الجزر والبنجر والليفت والفجل الى اخره، كل دي جذور بتقوم بتخزين الغذاء. دي بعض الوظائف التي يؤديها الجذر في النبات. نقولهم تاني، واحد ودي الأساس فيه امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة. الوظيفة التانية يسهم في تثبيت النبات في التربة. وظيفة رقم 3 انه بعض هذه الجذور زي الجذور المتدرنة يقوم بتخزين الغذاء. ادي الوظائف العامة للجذر. تعال نشوف مع بعض النقطة التانية وهي انواع الجذور. زي ما اتكلمنا عن انواع الاوراق وانواع السيقان، النهارده بنتناول انواع الجذور. الجذور عندي نوعين رئيسيين يا شباب، نوعين رئيسيين زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. في جذر ما شاء الله بيمتد في التربه للاعماق وبيقوم بتثبيت النبات في التربه، وفي جذر اخر
بتلاقيه عبارة عن شعيرات قريبة من سطح التربة. دول بنسموهم ايه؟ قال لي اول نوع معانا من هذه الجذور بسميه ذا جذور اللي هي ده بسميه الجذور الوتدية، عاملة زي الوتد ومن اسمه وتدي، يبقى ده بيثبت النبات بقوة في التربة. وهذه النباتات عشان تخلي بالك من التصنيف بقى، بتبقى موجودة في النباتات ذات الفلقتين. لذلك لما يجي لي نبات ذات الفلقتين زي القطن والملوخية، فهذه النباتات برغم انها صغيرة الا انها بتبقى يصعب اقتلاعها من التربة. السبب انها من ذات الفلقتين. نجيب نبات قدها زي الارز والقمح نشيله بسهولة، ليه؟ لان جذوره اللي فيها قريبة من سطح التربة. يبقى النبات الجذر الوتدي ده هو جذر يمتد عميقا تحت التربة ويقوم بتثبيت النبات في التربة. وفي بعض هذه الجذور الوتدية اللي احنا خدناها في الشريحة الماضية تخزن الغذاء زي الجزر واللفت والاخر، فبيسموها جذور متدرنة لها دور في تخزين الغذاء. زي ايه بقى الجذور الوتدية؟ زي عندنا الفول والجزر والقطن ومعظم اشجار الفاكهة اللي بنشوفها قدام، كلها نباتات ذات فلقتين زي البرتقال وزي الخوخ والمشمش، كل ديت نباتات ذات فلقتين وبتبقى جذورها قوية وممسوكة في التربة. الجذور ديت بسميها جذور وتدية. طيب النوع التاني بقى من الجذور بسميه جذور ليفية. هذه الجذور بتبقى قريبة من سطح التربة، كتلة من الشعيرات الرفيعة دي لها دور في تساعد في امتصاص الماء من الطبقة السطحية للتربة. وقال لي احيانا بيبقى لها دور مهم جدا جدا في منع تآكل طبقات التربة، ولذلك احيانا بتستخدم الحشائش والكلام ده في تزرع في بعض الاماكن لتمنع تآكل طبقات الايه التربة، تمنع ان يتحرك الطبقات السطحية تيجي الرياح والكلام ده، بتساعد على تثبيتها كده على التربة وتمنع تآكلها هذه النباتات اللي هي بتبقى جذورها ليفية. الجذور اللي فيها بتميز النباتات ذات الفلقة الواحدة، ولذلك هتلاقي ذات الفلقة الواحدة سهل جدا انك تشيلها من التربة، زي عندنا القمح، زي الذرة، زي الأرز الأرز. عندنا من الأشجار الفاكهة الموز، ده من ذات الفلقة الواحدة. عندنا البصل من ذات الفلقة الايه الواحدة. يبقى إذن الجذر عندي نوعين، واحد جذور وتدية بتمتد عميقا تحت سطح التربة وتميز ذات الفلقتين، اتنين جذور ليفية ودي بتبقى قريبة من سطح التربة تقوم بامتصاص الماء من الطبقات السطحية وبتمنع تأكل التربة، ودي بتبقى موجودة في ذات الفلقة الواحدة. طيب بعد كده نتناول بقى موضوع النقطة الثالثة اللي احنا اتكلمنا عنها وهي ايه؟ ايوه احسن، تركيب الجذر. احنا قلنا اي نبات او اي جزء من النبات بتركب من ثلاث اجزاء رئيسية، احسنت. هنا نفس الكلام، هتلاقي في عندي اجزاء خارجية اللي هي اسمها الايه البشرة، ممتاز. وفي اجزاء داخلية او نسيج اساسي اهو، وفي نسيج اخر اللي هي حزمة الوعائية الخشب واللحاء. نشوفهم كده مع بعض الثلاث تراكيب دول. واحد نسيج البشرة، وده عبارة عن ايضا صف واحد من الخلايا اللي هو الخارجي ده، هذا الصف الخارجي الطبقة الخارجية بس، الصف الأولاني، الصف الأولاني هذا ده بنسميه البشرة اهو، بنسميه الايه البشرة. صف واحد من الخلايا له دور في حماية الأنسجة الداخلية بس. قال لي لها دور تاني بيمتد منها حاجة اسمها الشعيرات، ايوه، اللي هي بتساعد في امتصاص الايه، ممتاز، امتصاص الماء والأملاح. الشعيرات الجذرية اللي بتطلع منها ده لها دور في امتصاص الماء والأملاح. يبقى أول تركيب عندي أو أول نسيج من الأنسجة الموجودة في الجذر هي الأنسجة الخارجية اللي بنسميها البشرة، صف واحد فقط من الخلايا تحمي الأنسجة الداخلية وتمتص الماء. أحيانا يجي سؤال يقول لي علم لبشرة في الجذر وظيفة مزدوجة، لأنها لها دور في الحماية، حماية الأنسجة الداخلية، ولها دور في امتصاص الماء والأملاح. طيب النسيج التاني بقى اللي هو النسيج الأساسي اللي هو كل الجزء الموجود ده، كل الخلايا ده اللي هو هنا، كل هذا الجزء اللي احنا بنسميه القشرة،
وده عباره عن خلايا برانشيميه بتصل بين البشره اللي هي بره ده، وفي بشره جوه ده اللي حول العظمه الوعيه بسميها الاندوديرمس، هو البشره الداخليه. كل اللي بينهم اللي هو القشره ده عباره عن نسيج اساسي تنتهي بطبقه داخليه تسمى البشره الداخليه او الاندوديرمس. وده احنا بنتكلم عن النقل لان لها دور مهم جدا في عمليه النقل، هذا النسيج الاساسي. طيب بعد كده النسيج اللي في الداخل بقى اللي هو مين؟ ايوه الحزمه الوعيه. هنا الحزمه الوعيه بقى ما فيش فيه كامبيوم، هنا في خشب ولحاء فقط. وكان قلنا في الساق بيترتب الخشب واللحاء بحيث يكون اللحاء للخارج والخشب للداخل. طب هنا قال لي هنا بيترتب ترتيب تبادلي، بتلاقي خشب لحاء خشب لحاء خشب لحاء خشب لحاء خشب لحاء بالترتيب كده مع بعض عاملين دايرهم. طب كيف نميز بين ذات الفلقة وذات الفلقتين؟ في ذات الفلقتين بتكون أزرع وبيبقى القلب مصمت، أما في ذات الفلقة الواحدة بتكون حلقة تحيط بمنطقة تسمى النخاع. يبقى النخاع هنا موجود في ذات الفلقة الواحدة، هنا مصمت ما فيش فيه نخاع، ما في الحزم الوعائية عملت أزرع وخلت القلب مصمت، ما فيش فيه فراغ، ما فيش فيه هذا النسيج اللي احنا بنسميه النخاع. يبقى احنا قدرنا نميز ايضا من التركيب الجذر بين ذات الفلقة وذات الفلقتين من خلال حاجتين، شكل الجذر والتركيب الداخلي للجذر. لو انه جذر وتدي يبقى هذا النبات ذو فلقتين، لو انه جذر ليفي يبقى ذو فلقة واحدة. طب لو ان هذه الحزم الوعائية مترتبة بحيث ان الداخل يكون مصمت يبقى في الحالة دي ذات فلقتين، مترتب في حلقة تحيط بالنخاع يبقى ذات فلقة واحدة. تمام، هذا تركيب الجذر. بننتقل بقى للكلام حول نقطة تانية وهي أخيرة، وهي الأزهار والثمار والبذور. هناخدها على بسرعة لأن ده هيبقى لها درس مستقل في موضوع التكاثر الجنسي في النبات. إيه هي الزهرة؟ الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات، هي اللي بتقوم بإنتاج الأمشاج المذكرة والأمشاج المؤنثة. الأمشاج المذكرة اللي هي حبوب اللقاح، طب الأمشاج المؤنثة البويضات، وفيها المبيض. هذا المبيض بتتم فيه عملية أو يوجد فيه البويضات بتتم فيه عملية الإخصاب، بتحدث فيه عملية الإخصاب. طيب تعالى بقى نشوف إزاي قبل ما الإخصاب يحدث بيحدث حاجة اسمها التلقيح. إيه هو التلقيح عشان نعرف الفرق بينه وبين الإخصاب؟ التلقيح ان حبوب اللقاح تنتقل من النبات المذكر تذهب الى النبات المؤنث، مجرد بس الانتقال ده بسميه تلقيح. التلقيح ده ممكن يكون ينتقل من زهره الى من ميسم زهره الى من متق زهره الى ميسم نفس الزهره، او الى زهر ميسم زهره على نفس النبات فبسميه تلقيح ذاتي. طب لو انتقل من زهره على نبات الى نبات اخر هنسميه تلقيح خلطي، وده بيحتاج بقى لوسيله تساعد فيه زي الماء زي الهواء زي الرياح زي الانسان كما في النخيل. طيب لما بينتقل بقى حبه اللقاح تنتقل من المتق تروح للميسم تبدا بقى يندمجوا الاثنين مع بعض في المبيض، ففي الحاله دي بتسمى عمليه الاندماج الاخصاب. يبقى الاخصاب واندماج النواه المذكره بالنواه المؤنثه. طب لما بيندمجوا مع بعض بيديني الجنين اللي موجود داخل الأنسجة ديت بسميها البذرة. بعد الإخصاب تتحول هذه البويضة المخصبة إلى بذرة، ويتحول المبيض إلى ثمرة. أيوة، يبقى بعد الإخصاب تتحول البويضة المخصبة إلى بذرة والمبيض يتحول إلى ثمرة. هذه الثمار لها دور طبعا مهم جدا عارفينه كلنا، كذلك لها دور بالنسبة للنبات في انتشار البذور لمواطن بعيدة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، ونشكركم على حسن الاستماع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.